في زمن البطولات والأمجاد يبقى الشهيد الإعلامي أحمد المصعبي رمزاً خالداً لا يزول، فارساً لا يشق له غبار، ومحارباً لا يهدأ حتى في أعتى الظروف. أجهلني هؤلاء الأبطال القرية تساقط مع يمينهم عن شمالهم وكأن الأمر لا يعنيهم إطلاقاً. أحمد المصعبي ذلك الإعلامي الشجاع الذي وثقت كيمرته لحظات من البطولة والانتصار في ساحات القتال ضد ميليشيات الحوثي على امتداد محافظتي شبوة والبيضاء. أول مدرعة عشان تدخل مدينة النقو. لم يكن مجرد مصور حربي، بل كان نبضاً ينبض بالحياة بين صفوف الجيش والمقاومة يزرع فيهم الحماس والثبات. عاش المصعبي حياة ملؤها الفداء، إيمانه العميق بالجهاد والاستشهاد كان الوقود الذي يدفعه دائماً إلى المقدمة، إلى حيث يشتد وطيس المعارك. كب الشريف في صبيحة هذا اليوم ماذا تقول بمناسبة دخولنا مدينة النقوب؟ نحمد الله ونشكره في أول شيء، له الحمد له الشكر على كل حال. أما بالنسبة للعدو هو منهار منهار، يوم همت الرجال وشدت عليه أنهار في لحظة بسيطة، وبإذن الله من نصر إلى نصر. أبو نايف إيش تقول في هذا اليوم مين مفرق السعدي؟ والله أنا لا يمكن أعبر عن الفرحة، ولكني أهني أهل بيحان وأهني الشعب اليمني بهذا الانتصار العظيم وأهني القيادة السياسية. لم تكن الجراح التي تعرض لها مرات عديدة كفيلة بإيقافه، بل كانت بمثابة المحفز الذي يجعله يعود إلى ميدان المعركة بشجاعة أكبر وعزيمة لا تنكسر، فقد كانت ساحة القتال بالنسبة له كالهواء لا يمكن أن يعيش من دونه. والآن الجيش والمقام وضع أقدامهم في عقبة الجمدة في محافظة البيضاء، ومن نصر إلى نصر بإذن الله. تظهر الصورة أمامي هذه المنطقة، بثبات وصلابة كان المصعبي كالجبال الراسخة، لا يهزه ريح ولا ترعبه مدافع العدو. كان واثقا بأن وعد الله حق وأن الشهادة هي المآل الذي يستحق كل تضحياته. في لحظات اشتداد المعارك لم يكتفي بتوثيق بطولات الجيش والمقاومة فحسب، بل كان يتقدم الصفوف يحمل سلاحه ويقاتل جنبا إلى جنب مع إخوانه ضد تلك الميليشيات الحوثية الباقية. ارموهم بالعيار يا رجال. وفي النهاية نال المصعبي ما كان يتمنى دائما، الشهادة. رحل بجسده لكنه ترك خلفه إرثا لا ينسى وقصة تتناقلها الأجيال. بقيت صور بطولاته محفورة في ذاكرة من عرفوه، يظل مثالا يحتذى به في الثبات على الحق والصبر على الشدائد والإخلاص في سبيل الله. أحمد المصعبي لم يكن مجرد اسم في قائمة الشهداء، بل كان أسطورة حية سطر بدمائه قصة العطاء اللامحدودة والتضحية التي لا تعرف التردد والجهاد المستمر حتى آخر لحظة في حياته.